المجموعة الثالثة هي مجموعة logical، فهذا يعني أن نقوم بعمليات منطقية ما بين الريجسترز. مثلا أنا دي، فيعني أن نقوم بعملية AND logic أو logical AND ما بين الأكيوميليتر والدي. ف واحد واحد يعطيني واحد، والواحد صفر صفر، واحد واحد صفر إلى آخره. أني فهذا يعني أننا نقوم بعملية AND logic ما بين ما هو موجود في الأي وهذه القيمة. دائما الأي هنا يعني هي عملية immediately، الأكيوميليتر مع قيمة صفر دي التي يقابلها بالباينري 4 أصفار واحد واحد صفر صفر واحد. الأور أو الأوري هي عملية أور لوجيكال، ولكن immediately ما بين ما هو موجود في الأي والدي بنفس الطريقة. XOR أو immediately XOR نفس الطريقة، عملية XOR immediately ما بين ما هو موجود في الأي وهذه القيمة. عندما نكتب مثلا XRA C، فهذا يعني أن XOR ما بين السي والأي إلى آخره. العمليات الأخرى في اللوجيكال أوبريشنز، ف مثل CMA، فهذا يعني أننا نريد عكس البيتس الموجودة في الأي. الأكيوميليتور يحتوي على هذه المعلومة، الكومبليمنتري أو مقلوب الأكيوميليتور سوف نعكس الأصفار تصبح واحدات، والواحدة تصبح أصفارا بهذه البساطة. السي ام سي، فهذا يعني اننا سوف نقوم بعكس الكاري. الكاري اذا كانت واحدا بعد هذه الانستراكشن تصبح صفرا، واذا كانت صفرا بعد هذه الانستراكشن تصبح واحدا. عمليات المقارنة، السي ام بي الكومبير، فهذا يعني اننا سوف نقوم بمقارنة مثلا هنا الدي مع ما هو موجود في الاي، وإذا كان ما هو موجود في الأي يساوي ما هو موجود في الدي، فهذا يعني أن البيت 0 في الفلاج ريجستر سوف يأخذ القيمة 1. أما إذا كان ما هو موجود في الأكيوميليتر أكبر مما هو موجود في الريجستر إكس أو الدي هنا مثال الدي، فهذا يعني أن البيت زاد و سي واي يأخذ كلاهما صفرا. وأخيرا إذا كان ما هو في الأكيوميليتر أصغر مما هو في الدي في هذه الحالة هنا، ففقط السي واي الكاري سوف يأخذ القيمة 1. العمليات، عملية الروتيشن أو الدوران أو الانسحاب الدوراني، رال رار RRC و RRC هي عمليات دورانية أو عمليات تدوير بواحد بت لما هو موجود في الأكيوميليتر. فإذا أخذنا RAL هنا فهي عملية دوران إلى اليسار إلى left، rotation A to the left، فهي عمليات دوران إلى اليسار. وعملية الدوران هذه تتم من خلال الكاري أو البت الخاص بالكاري. ماذا يعني هذا؟ أن عملية الروتيشن بواحد بت سوف تتم من خلال الكاري، معناه أن الصفر الموجود هنا سوف ينتقل إلى الكاري، والواحد الموجود في الكاري سوف ينتقل إلى هنا، هذا الصفر سينتقل إلى هنا، هذا الواحد ينتقل إلى هنا، هذا الصفر إلى هنا، هذا الواحد إلى هنا، هذا الصفر إلى هنا، وهذا الواحد إلى هنا. بعد هذه العملية على ماذا سوف نحصل؟ في الأكيوميليتر سوف يتم عملية انسحاب بواحد بت نحو اليسار. فأنتم ترون كان لدي صفران ثم واحد صفر واحد صفر واحد صفر، أصبح لدي صفر واحد واحد صفر واحد صفر واحد صفر، والواحد الذي كان موجودا هنا وصار الآن موجودا هنا، والسي واي ما الذي سوف يوجد فيه الآن؟
هذا الصفر المفروض. الرار هي نفس العملية ولكنها عملية دوران إلى اليمين rotation A to the right من خلال الكاري. إذن هذا الصفر سوف يدخل إلى هنا، هذا الواحد يصبح هنا، وهذه البت سوف تقوم بعملية الروتيشن بواحد بت. إذن A هذا الواحد يصبح هنا أو فيصبح لدي واحد، وهذا الواحد طبعا يدخل إلى هنا، واحد صفران ثم واحد صفر واحد صفر واحد، وهذا الصفر سوف يأتي إلى الكاري هنا. نفس العملية ولكن دون الكاري، هي عملية روتيشن الأكيميليتور حول نفسه بواحد بت دون أن يتأثر الأكيميليتور بالكاري، ولكن هو يقوم بالتأثير على الكاري. فماذا يعني؟ هي عملية روتيشن إلى اليسار، فهذا الصفر الذي كان موجودا هنا سوف يأتي إلى هنا، وهذا الصفر ينتقل إلى هنا، وهذا إلى هنا، وهذا إلى هنا، إلى آخره. ولكن في نفس الوقت البت الموجود في الأخير هنا بعد أن أصبح موجودا هنا سوف يتم نقله أيضا إلى الكاري. ففي الأكيميليتر ماذا سوف يصبح لدي؟ قلت أن هذا الصفر سوف ينتقل إلى هنا، فيصبح لدي صفران واحد صفر واحد صفر واحد صفر، والكاري سوف ينتقل إليه ما كان موجود في الأكيميليتر هنا. فالأكيميليتر لا يتأثر بالكاري، ولكن الكاري يتأثر بالأكيميليتر عكس السابق. رايت أو روتيشن رايت ويذ كاري نفس الشيء، الأكيميليتر يقوم بعملية دوران إلى اليمين حول نفسه، لا يتأثر بالكاري ولكن يؤثر على الكاري، فهذا الصفر الذي كان هنا سوف ينتقل إلى هنا. هذا كل شيء بالنسبة للعمليات المنطقية.